البداية بالأخبار المحلية، وبداية الأخبار المحلية من نادي الزمالك، والزمالك في مهمة استعادة الانتصارات أمام الداخلية. يسعى فريق الزمالك لاستعادة انتصاراته ببطولة الدوري الممتاز عندما يواجه الداخلية في 7:30 مساء اليوم في إطار الجولة الرابعة للدوري. وكان الزمالك قد حقق بداية قوية في البطولة المحلية بالفوز 6-1 على طلائع الجيش في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مع اتحاد الشرطة في الجولة الثانية. وأعقب اللقاء الشرطة توجيه انتقادات حادة لطريقة لعب المدير الفني حسام حسن، مما وضع بعض علامات الاستفهام على أداء بعض لاعبيه الجدد. وستكون مباراة الداخلية هي الأخيرة للاعب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك قبل الانتقال لأهلي جدة السعودي الذي وقع له على سبيل الإعارة. والزمالك يخطر انبي بعدم سداد 4 ملايين جنيه باقي صفقة عوض. تسلم نادي انبي خطابا رسميا من مجلس إدارة نادي الزمالك يؤكد فيه عدم مسؤولية النادي عن أي مستحقات خاصة بلاعب الفريق إسلام عوض المنتقل من صفوف الفريق البترولي الموسم قبل الماضي. وتأتي هذه الخطوة من جانب إدارة الفريق الأبيض قبل البدء في التفاوض مع مؤمن زكريا لاعب الفريق المعار إلى 100 عقبة، والتي تنتهي فترة إعارته يناير المقبل. ويشترط مجلس إدارة النادي البترولي سداد المديونية الخاصة بإسلام عوض التي تقدر 4 ملايين جنيه للدخول في مفاوضات لبيع مؤمن زكريا للفريق الأبيض. ومن نادي الزمالك للنادي الأهلي، والأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الرجاء اليوم. يختتم اليوم فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداده للقاء الرجاء الذي سيقام في 5 مساء غد باستاد الإسكندرية في الجولة 4 من فعاليات الدوري الممتاز. ويركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني جاريدو على بعض النواحي الفنية والتكتيكية التي ينوي تطبيقها خلال اللقاء الذي يعول عليه الكثير، لأنها ضربة البداية للأحمر في البطولة المحببة له ولجماهيره. والأهلي يؤجل ملف تجديد وليد سليمان. أكد أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي أن الوقت ما زال مبكرا لفتح ملف التفاوض مع وليد سليمان حول تجديد عقده الذي ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرا إلى أنه يثق في تمسك اللاعب بالأهلي وترحيبه باستكمال مشواره مع الأهلي. وأوضح أيوب أن النادي الأهلي مشغول بالارتباطات المحلية والإفريقية، مؤكدا أن اللاعب سيقوم بالتجديد للأهلي ولن يمانع في ذلك. وإلى أخبار المنتخب الوطني، وعصام الحضري خارج حسابات المنتخب أمام بوتسوانا. استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة شوقي غريب على استبعاد عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي من معسكر المنتخب المقرر انطلاقه 3 أكتوبر المقبل، استعدادا لمباراة بوتسوانا المقرر لها 10 أكتوبر في الجولة 3 لتصفية أمم إفريقيا 2015 بالمغرب. واتفق غريب مع جهاز المعاون على ضم 3 حراس للمعسكر، وهم شريف إكرامي وأحمد الشناوي وأمير عبد الحميد، على أن يتم استبعاد الحضري بعد هبوط مستواه، وكذلك لعدم إثارة أزمات في المعسكر، خاصة أن الحضري يتذمر في حالة عدم الدفع به أساسيا في المباريات أو استبعاده من القائمة، وهو ما لا يرغب فيه الجهاز الفني في ظل حساسية موقف المنتخب في التصفيات ورغبة الجهاز الفني في فرض السيطرة والتركيز على اللاعبين. و
واتحاد الكرة يوقف باسم علي شهرا ويغرم 77 ألف جنيه لتوقيعه لناديين. قررت لجنة شؤون اللاعبين برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعها ظهر اليوم بمقر الاتحاد صحة انتقال باسم علي للنادي الأهلي باستغناء من نادي المقاولون العرب ومستندات قيد كاملة، وبالإشارة إلى شكوى نادي الزمالك ضد اللاعب وتوقيعه للنادي دون استكمال إجراءات الانتقال، حيث انتقل للنادي الأهلي بتوقيع جديد لنفس المدة وهو ما يخالف المادة 11 من لائحة شؤون اللاعبين. وبناء عليه فقد قررت اللجنة إيقاف اللاعب لمدة شهر اعتبارا من أول أكتوبر الجاري وتغريم مبلغ 77500 جنيه تسدد لخزينة الاتحاد. ومن جانبه قال علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلي أن ناديه متقبل عقوبة الجبلية، موضحا أن الأهلي يحترم قرارات اتحاد الكرة، وطالب عبد الصادق من اتحاد الكرة بأن يتم توقيع العقوبات واللوائح على الجميع بشفافية دون مجاملة لطرف على حساب آخر. وقرر الإسباني جاريدو المدير الفني للأهلي الدفع بسعد سمير مدافع الفريق ليكون بديلا لباسم علي الظهير الأيمن للأحمر في تشكيلة الفريق التي تستعد لمواجهة الرجاء. ونطلع فاصل دلوقتي ونرجع للملاعب العربية والإفريقية، تليها الملاعب العالمية، ابقوا معنا.